آسفة يا ميغيل، اضطررت إلى ذلك لأنك لم تمر علينا بالمغسلة لتغيير ملاءاتك، وأنا أعلم جيدا مدى حبك للون الأبيض، فلم أقبل أن تبيت وقد قصرنا في حقك. شكرا لك على هذا المعروف. ماذا دهى هذه الفتاة؟ وكيف واتتها هذه الجرأة فصعدت إلى هذا الطابق القريب من جناح الملكين؟ قالت إنها لم تشأ أن تبدو مقصرة بحقي. قالت لم تشأ أم قالت لم نشأ؟ أتعني أباها الذي تساعده في أعمال المغسلة بالقصر؟ لا أظن أن أباها هذا الرجل الطيب الحكيم يمكن أن يقرها على ما فعلت، بل إنه لو علم لغضب منها. فكيف تجرؤ هذه الفتاة؟ خيمينة، نعم هذا هو اسمها. يا لها من فتاة طائشة يمكن أن تجلب لنفسها ولي مشكلة لا قبل لي بها، إلا إذا كانت دسيسة مدسوسة علي. ولكن لماذا؟ ولماذا يختارون هذه الفتاة خيمينة ويأتون بها من أسفل من مكان عملها تحت الأرض؟ نعم، لا يمكنها أن تصعد إلى هذا الطابق إلا إذا كانت تحمل تصريحا، بل تكليفا وأمرا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. أسعدت صباحا مولاتي الأميرة. نمت مبكرا يا ميغيل وتبدو نشيطا هذا الصباح. نعم يا مولاتي الأميرة، الفضل طبعا يرجع لمولاتي الأميرة، وكذا وجه الأميرة يبدو غاية في الإشراق هذا الصباح، فأظنها على ما أعتقد نامت أمس مبكرا على غير العادة. فالنوم المبكر يا أميرتي والصحو المبكر أليفان وضدان. نشيط ومتفلسف، كيف يكونان متألفين وضدين؟ النوم يا أميرتي هو نقيض الصحو تماما، والإبكار فيهما يمنح الإنسان حيوية وإشراقا ورغبة في السرطرة. صحيح يا سمو الأميرة، فهذا هو التآلف، أقصد الألفة وراحة النفس والرغبة في الاطمئنان على من نحب. ليس في رسالة غرناطة ما يعنيني أنا بالذات. كيف يا سمو الأميرة؟ ألا من أنباء عن أميرنا الحبيب دي غرناطة؟ مجرد تقارير بعث بها حاجب الكاردينال خامينيس لصاحب البلاط بالقصر حتى تبلغ لصاحبي العرش. هي بتوقيع حاجب الكاردينال؟ بل بتوقيع الكاردينال نفسه. ليس هذا هو المهم. طبعا طبعا يا سمو الأميرة، فالأهم لدينا الآن أننا نتوقع كلمات من أميرنا القائد دي غرناطة. مولاتي، علينا أن نتلمس له الأعذار، فالمسؤولية كبيرة تتعلق بجيوش المملكة والخطط والمعارك. أية معارك؟ لم يذهب بقوات للقتال، إنها قوات رمزية للإهام بسيطرة الجيش. مولاتي، هذه أنباء طيبة وتسعدنا على كل حال، فالآن نحن نطمئن على أميرنا القائد دي غرناطة، لكن يبدأ القلق وتأخذنا الحيرة إذا ما احتاج الأمر إلى الدخول في قتال مع أهل غرناطة. هذا الأمر لا يحتاج في هذه المرحلة لجيش نظامي، وليس معنى هذا أن يكون الوضع مستقرا، فلا بد من الترويع والقمع والضرب والتعذيب باستمرار لإقرار السلام. نعم يا سمو الأميرة، نعم. كثيرا ما أتساءل مع نفسي، كيف يمكن القبول بسلام قائم على الترويع والتعذيب والقمع؟ هذا السلام ليس إلا حيلة للالتفاف حول المعاهدة والسيطرة على كامل الأرض، وهذا قد يفجر الموقف في أي لحظة، فيضطر الجيش للتدخل لحسم الأمور.
أتطلع إلى يوم نذهب فيه جميعنا في قافلة ملكية لرؤية غرناطة الساحرة والقائد ديجرنادا الذي أوحشتنا إطلالته وطاقت قلوبنا لمطالعة صفحة وجهه النبيل. لا تكن متجاسرا إلى الحد الذي تتحدث فيه بصيغة الجمع، مطمئنا إلى أن الحديث عن ديجرنادا يصادف هوى في قلبي. لا تكن انتهازيا يا ميغيل، فأنت لا تتحدث إلى واحدة من عاملات المطبخ أو النظافة في القصر. على ما اتفقنا يا ودود؟ على أن اسمي ودود ابنة الشهيد علي بن علي. أحسنت يا ودود الجميلة، أحسنت يا حبيبتي. علينا أن نحفظ هذا الكلام دائما. فهل تعرفين أحدا في عين الدمع يا ودود؟ لا أعرف إلا ماريا ابنة جارنا الأسقف الطيب. وفي البيازين يا ودود؟ أعرف خالتي أم فاطمة وابنتها فاطمة التي كبرت وتزوجت. الإنسان الذي لا يحفظ السر يضيعه لسانه، ونحن نحب أبانا وعلينا ألا ننطق باسمه أمام أحد حرصا على حياة حبيبنا، لأن حياته يا ودود تهم كل الناس. أبي رجل فارس نبيل، أنا أحب وأخاف عليه. يبدو أنها ماريا. اهلا بك يا ماريا. اهلا ماريا. ماريا اهلا اهلا باحبائي. اهلا يا محمد. كيف حالك يا حبيبتي؟ يبدو انك متعبه. كان يوما شاقا، اول ما فرغت اتيت اليكم باقصى سرعه، فأنا أريد أن أجهز طعام الغداء لعمي الأسقف قبل أن يعود. ولما قرأت الرسالة التي تركها لي محمد أسفل الباب أسرعت عائدة إليكم. خيرا يا زينب؟ خيرا إن شاء الله. كان لدي إحساس بأنك ستعودين من العمل متأخرة هكذا، فجهزت لك الطعام وسويته وما زال ساخنا، وما عليك إلا أن تأخذيه وتفرغيه وتأكليه أنت وعمك بالهناء والشفاء. ولماذا كل هذا العناء يا زينب؟ لا عناء ولا فرق بين الأخت وأختها، وما كان من المقبول أن يعود الإناء فارغا بعد أن جاءنا بالحظ السعيد. لو سمح لي الملكان العظيمان، ترى كيف تسير الأمور الآن في غرناطة؟ دع لي بعضا من البقية التي يعشقها عمي جلالة الملك. شهية طيبة سمو الأميرة. آسفة مولاتي الحبيبة لقطع الحديث، كانت السيدة تسأل عن الأمور في غرناطة. كما تقطع السكين قطعة الزب هكذا تمضي الأمور هناك في غرناطة. ماذا بك يا ميغيل؟ لست وحدك من يرتج علي حين تذكر غرناطة. يتطلع للسفر مع جلالتك يا عمي ليشاهد غرناطة. أعرف أعرف، بالتأكيد سيكون معي، ولعلكم جميعا تعرفون السبب. معذرة مولاي جلالة الملك، معذرة مولاتي جلالة الملكة. تستطيع أن تنصرف الآن، فقد أثارت زوجة المستشار شهيتي للحديث، ولا ينبغي أن تكون هنا. اذهب الآن، لاستدعيك حال ما يلزم. أمرك جلالة الملكة. هناك بعض المشكلات بين الأسقف تالافيرا والكونت تانديلا حاكم المدينة من ناحية، ومبعوث العرش خامنيس من ناحية أخرى. معذرة جلالة الملكة، ربما كان من الأفضل يا مولاتي حل تلك المشكلات باستدعاء الجميع إلى هنا للتوفيق بينهم. على أن يكون ديجرنادا على رأسهم، فهو على الأقل لم يثر مشاكل مع الكاردينال. من يدري جوليانا، أفترض أنهما كمبعوثين للعرش ينسقان فيما بينهما. نحن نعرف قدرات كل منهما، فالأسقف تالافيرا يغرق نفسه بإخلاص شديد في التفاصيل
بسماحة رجل الدين وصبره الطويل. أما الكاردينال خامينيس فلا يتوقف أمام التفاصيل، لأن لديه رؤية عامة. كان دائما يقول لي: كثرة التفاصيل العابرة قد تؤثر على اقتناعاتنا ورؤانا الكبيرة. أنا أتفق معه، إن لديه روح القيادة. أما تنديلا حاكم غرناطة فهو سليل أسرة مندوزة التي وقفت بجانبنا أثناء الحرب الغرناطية، ونستطيع أن نتفهم خلافه مع مبعوثينا. الحق يا مولاي، وأرجو المعذرة إذا لاحظت أن هذه المدينة تأخذ الكثير من وقت جلالتكما. إنها الآن في أيديكم تماما، وسكانها خدمكم، فما معنى سياسة التمهل والإيقاع البطيء في تحقيق هدف العرش الأسمى بالسيطرة الغربية على شعوب وقوميات الشرق؟ فلننتهي على وجه السرعة من هذه البؤرة المسماة غرناطة، والتوجه مباشرة إلى الحلم الكبير في مملكة القدس. وهذه هي مهمة دوغرانادا المقدسة الذي لم يختلف مع أحد ولا أحد يختلف معه. نعم، هذا صحيح. غرناطة مدينة مقدسة بالنسبة للعرش، وهي آخر المكاسب وأفضل الغنائم، ولا ينبغي أن يبقى فيها فرد واحد لا يدين للعرش بالولاء التام. فلتبدأ الانطلاقة الكبرى نحو الشرق. يريد أبراهام أن يوجهنا نحو الاكتشافات البحرية في رأس الرجاء الصالح، الأرض الجديدة، ليبدأ شغله. لم أفهم يا مولاي. بل تفهم يا صديقي المستشار، ولكن ثق بأنني وإيزابيلا نعلم تماما التركيبات الجغرافية الآن، ونؤمن أنها ليست نهائية. إننا نرى خريطة المستقبل، أعني خريطة إمبراطوريتنا فقط. نحذر السماسرة والعملاء السريين الذين يتنكرون لجذورهم التاريخية. صحيح أنني أمرت ببناء مدينة الإيمان المقدس إلى جوار غرناطة، إلا أنني لن أترك بها من لا يدين بالولاء لنا، ولو كان من القاربين من أعتاب قصورنا. أنا أفهم ما يقصده الملكان العظيمان، وأفهم الإشارة لمسألة بيع السلاح لأعداء المملكة من العرب الأندلسيين. ولقد فاتحت زوجتي جلالتك يا مولاتي في هذا الأمر، لست يا مولاتي بذلك الرجل الغبي الذي يقف أمام شجرة واحدة ويترك خلفه غابة كثيفة الأشجار تمتد على مرمى البصر. ليس واردا مطلقا أن أتعامل مع هؤلاء الذين جئت اليوم لأقترح تهجيرهم عنوة وقصرا للعمل في الأرض الجديدة خلف بحر الظلمات، لكي نستعملهم في مناجم الذهب والفضة، نسخرهم كعبيد أرقاء لصالح العرش. فكرة لامعة، فكرة لها بارقها. يا ليسون، رب ارحمنا. هاي، هل وصلت الأسلحة في الموعد المحدد؟ نعم، تامة كاملة كرسالة كل شهر، وتم تخزينها في أمان بحيث لا يعرف مكانها إلا أنا ونعيم فقط. لا ابن زائدة، اختر اثنين من رجالنا وأعلمهما بأماكن التخزين تحسبا لأية طوارئ. سأفعل يا أخي إن شاء الله. وكيف كانت ليلتك في غرناطة وفي مسجد البيازين؟ صحبة الإمام الزيري بعد صلاة الفجر غذاء روحي، تثبت العزم وتقوي الإيمان. ماذا عن صفقة الأسلحة الجديدة؟ اطمئن بشأنها، فقط يبدو أن توازنات العرش قد اختلفت مؤقتا مع السماسرة. السماسرة أكثر خبثا ودهاء، ويعرفون تجارتهم جيدا مهما اختلت توازنات العرش. تجارة قذرة، يبيعون فيها كل شيء
المهم قبض الثمن. احرص على ألا تؤثر هذه التوازنات على حسابات الوقت بالنسبة لنا. وماذا عن التاجر؟ هل عاد أم ما زال في غرناطة؟ لم يعد بعد، فهو معنا في غرناطة لبضعة أيام. ادفع له أكثر، زد له في ثمن الصفقة، فهؤلاء لا يهمهم غير جمع المال. المال هو كل ما في حياتهم. اطمئن أيها القائد. ماذا حدث يا أمي؟ ابن الإسبانية العين سعد بن فريد جوه السبب. ماذا فعل هذه المرة؟ كلما مر في السوق جاءت بعده العسكر يتحرشون بكل من في السوق حتى الأطفال، فتتوقف الحال ويحل الخراب. إنه أشأم من غراب البين، إنه عميل لهم. نعم أقسم على هذا. تؤلمني لسعة الصوت، لسعتهم العقارب. تجلدي يا أمي، فالحر حر وإن مسه الضر. أمي، هل أخبر زوجي إبراهيم؟ لا 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 لا، لا تخبري زوجك بشيء، فلو علم إبراهيم لقتله. أنا سوف أوقعه في شر أعماله بنفسي. سعد، إلى أين يا سعد؟ السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين تمضي؟ لا لشيء. إذن فلنذهب إلى المسجد لنصلي المغرب في جماعة، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. طبعا طبعا، سألحق بك في المسجد يا شيخنا. قل إن شاء الله. سألحق بك في المسجد إن شاء الله. يا سعد يا سعد، الصلاة في المسجد شهادة للمسلم بحسن إيمانه، والإيمان يطهر النفس من ذميم الخصال وساقط الأفعال كالنفاق والرياء والكبر والاستعلاء والتجسس على الناس. وقانا الله وإياك شر كل ذميم. سألحق بك في المسجد يا شيخنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأفهم وابتلى وقدر فهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أخرك؟ معذرة يا أخي، فقد كان لزاما علينا أن نؤمن لسمسار الصلاح طريق عودته، كما احتاج الأمر لتدبير المبالغ الزائدة كتعليمات القائد. أراك بكل خير، هيا بنا. هيا. من هؤلاء؟ وما معنى لقائهما في عين الدمع وأمام بيت تلافير؟ ماذا كان يفعلان؟ يا سعد! هل ناداني سماحة الإمام؟ ولماذا أناديك يا سعد؟ إنه هذا من ناداك. معذرة يا شيخنا الجليل، لقد ظننت للوهلة الأولى أني أشرف بندائكم، فإذا به هذا الصعلوك. سعد، إذا كان موعدا بينكما فلماذا لا تذهبان إلى الخان في الضوء وأمام الناس بدلا من الصعلاكة في الظلام؟ أنت على حق يا سماحة الشيخ، لقد كنت فعلا في طريقي للذهاب إلى الخان، لولا أني سمعت نداء
فتوقفت لأحظى برؤيتكم. هل تسمح لي يا سماحة الإمام أن أقوم بتوصيلكم إلى الدار؟ هل تسمح لي أنت بالانصراف؟ أشكرك. شبهتني أيها الصعلوك. ما ذنبي أنا؟ أردت أن ألحق بك قبل أن تذهب إلى الخان فألفت الأنظار. فلفت نظر سماحة الإمام. ماذا هناك حتى تصرخ علي بنداءاتك هكذا فتسمع الحي كله؟ كفاك إهانات واسمعني، أنا لم أقصد، أردت أن ألحق بك وقد طلبت مني أن أكون عين ساق على عين الدمع، فرأيت هناك تحركات مريبة لوجوه غريبة. تعال تعال لنبتعد من هنا. إذن فأنت من بني شيبان؟ نعم أنا من بني شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة الذين منهم إمام الأئمة وناصر السنة أحمد بن حنبل، ومنهم محمد بن الحسن صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وإن شئت ذكرت لك المزيد والمزيد. أحسنت العرض والسرد يا شيباني، فأنت منا موضع الضياء في العيون. بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير، والله إني لمعجب بك. وأنا أيضا معجب بك يا شيباني، فأنت على علم بديوان العرب شعره ونثره حله وترحاله. وأنا معجب بك لملاحتك وحلاوة وطلاوة حديثك. القلوب تتلاقى بإذنك. تفضل. إبراهيم. نعم سيدي. إن لدينا الليلة الرجل الشيباني. أعرفه جيدا يا سيدي، فكثيرا ما تردد علينا هنا في الخان، والآن أعرفه بلقبه. جاهز له طعاما وحجرة يقيم فيها. هنا في الخان؟ نعم هنا في الخان. أبسط له أساريرك وأكرم مفادته، فإن لي به حاجة. وكيف عرفت أنه ينوي الإقامة هنا؟ هل طلب منك ذلك؟ لا، لقد أدركت ذلك بنفسي، ويبدو أنه في ضائقة برغم ما يحاول الإيحاء لنا به دائما. سبحان الله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، صدق الله العظيم. أهلا أهلا يا شيباني أيها الرجل الطيب. إذا ستقيم معنا في غرناطة. غرناطة غرناطة، وما أدراك ما غرناطة؟ إن لها في القلب ما لها يا ابن عامر. حسنا، فأنا أريدك في أمر هام سأحدثك فيه فيما بعد. وأنا رهن بنانك وطوع أمرك إن شاء الله، فأمرني. لن أحدثك فيه اليوم، فأنت الآن ضيفي وإبراهيم في انتظارك لتتناول طعامك وتستريح بعض الوقت. العادة التي ألفناها أن نقبل الدعوة من الكرام على الطعام في حضور صاحب الدار. إن أردت فأنا أخدمك بنفسي. لا والله لن تقوم من مقامك، إنني أمزح معك. إبراهيم فيه الخير والبركة، ابقى أنت وأنا سأذهب، فالحق أنني جوعان. بالهناء والشفاء. بالضبط، هذا هو ما نسعى إليه، ولنكن صرحاء. نعم، هدفنا هو ضرب هذه الثقافة الإسلامية المغيلة هنا وفي بلاد ما بين النهرين، في مصر وفي خراسان وفي شبه القارة الهندية، في الصين وفي إفريقيا. حضارة تجذرت في ثلاثة قارات، فلتكن غرناطة هي المركز الذي تتمحور من حوله حضارة الغرب. لم أفهم مع هذه الحماسة ماذا تعني نيافتك بأن تكون غرناطة هي المركز الذي تتمحور من حوله حضارة الغرب. الشرق يا كونت يتمركز كله الآن
حول مصر التي تسيطر سيطرة كاملة على مياه البحر المتوسط وعلى طرق التجارة البرية من وإلى بلاد المشرق، وهكذا تقود مصر المدنية الإسلامية يا حاكم غرناطة. أشكرك لأنك تذكرني من آن لآخر بأنني حاكم غرناطة، ولكن لي سؤال، أتريد لغرناطة أن تقود حربا دينية؟ بالتأكيد، هي حرب لا بد لها أن تتلفع بثوب الدين يا كونت. أسعدني بعد درس الجغرافيا الذي طوفت بي خلاله في 3 قارات أنك ذكرت مصر. وأنا أيضا يدهشني أنك التقطت بذكاء يا كونت ما قصدت أنا إليه. فمصر هي الزعيمة، هي التي تسهر الآن على حماية هذه الحضارة الإسلامية. أخشى ألا أكون بهذه الدرجة من الذكاء الذي توسمته في، فأنا كحاكم مدني وكسلطة مدنية لم أستطع أن أشرح سر سعادتي، وأظن أنك أخطأت فهمي. وكيف أخطأت في فهمك يا كونت؟ في مصر يا نيافة الكاردينال، وفي ظل الحضارة الإسلامية، حالة مدهشة، حالة تزدهر فيها الأديان السماوية 3. وأحسب أن هذه الملاحظة يمكن أن تلفت نظركم. لا يا حاكم غرناطة، لا يمكننا أن نلتفت الآن إلى بلاد بعيدة عنا كمصر. الدولتان البيزنطية والرومانية تقومان عنا بهذا العبء في هذه المرحلة. لاحظ جيدا أننا نعمل جميعا وفق سياسة واحدة، هي سياسة التهديد والحماية. كيف يجتمع التهديد والحماية في سياسة واحدة؟ لا تستغرب هذا التناقض يا كونت، فهو تناقض جوهري في صراع القوميات وفي صراع الأمم. فمثلا لو أن مملكة مجاورة لحدودنا الغربية كالبرتغال أرادت أن تتوسع غربا صوب بحر الظلمات، فإننا نسمح لها، بل ونساعدها. أما إذا أرادت أن تتوسع جنوبا صوب السواحل الشمالية لإفريقيا، فإننا لا نسمح، بل ونهدد. أما مصر فلا تدخل في بؤرة اهتمامنا في هذه المرحلة على الأقل. ما كنت أريد أن ألفت نظركم إليه بملاحظتي أن في مصر صيغة للعيش المشترك والتكامل بين الأديان السماوية الموحدة بالله. وماذا يعني هذا بالنسبة إلينا يا كونت؟ أتحدث عن سماحة الأديان وحرية العقيدة. لدينا هنا في غرناطة ذات الصيغة بين مسلمي الأندلس ومسيحييها. لماذا لا نحمي هذه الصيغة المرتبطة عبر القرون بالجذور والأرض والمواطنة؟ احذر يا كونت أندلا، احذر يا حاكم غرناطة. ولماذا تدعوني للحذر وقد تنبه العرش لهذه القضية حين وقع على المعاهدة؟ الآن أستطيع أن ألتمس الأعذار للجامعية الصغيرة التي تدرس تحت سمعكم وبصركم ابن سينا وابن حزم والفارابي وابن رشد. كلنا هنا، ثقافتنا خلال 8 قرون ثقافة عربية إسلامية، ولم يكن لهذا أي دخل بحرية الاعتقاد.
تذكر يا كونت أنك شليل أسرة عريقة وكبيرة كانت لها دائما السيادة والامتيازات والثروة والأرض. هذا هو مشروعنا القومي الذي يجب علينا جميعا أن نحميه. هل في دين الله إقطاع؟ اطمئن يا كونت، سأبلغ العرش بكل ما دار بيننا هنا، فهو جد خطير. قم من مكانك أيها الحاجب، قف احتراما لحاكم المدينة التي ستقود حربا مقدسة على كل بلاد المشرق. ليس لك يا كنت أن تعاملني بهذا الأسلوب كلما جئت إلى هنا، فأنا أعرف واجبات وظيفتي. أيها الوقح، سأعرف كيف أؤدبك، ولن يطلع عليك نهار الغد يا فلاسكو، لن يطلع عليك نهار الغد يا فلاسكو. هل ألقيت نظرة دقيقة على هذه الخرائط؟ كلما مررت في شوارع غرناطة وكلما مررت بجوار أسوارها أعود فأجدني راغبا في إعادة النظر إلى الخرائط. هذا يدخل في صميم عملي بدرجة أساسية. أرجو أن تعطيك هذه الدراسات نظرة عريضة وعامة. تنطلق من البؤرة المركزية التي نتسيدها هنا في غرناطة إلى العالم من حولنا. أقصد رؤية عامة لأهدافنا القومية دون الالتفات إلى التفاصيل الصغيرة التي تأخذ من اقتناعاتنا ووقتنا كشوارع غرناطة وأسوارها إلى ما قلته أنت. سيدي أدركنا سيدي، فإن مصيبة كبيرة قد وقعت. ماذا حدث؟ الضبط فلاسكو يا سيدي، حاجبكم قتل. فلاسكو قتل؟ أين كانت الشرطة؟ هل أمسكوا بالقتلة؟ ليس بعد يا سيدي، يقولون إنه تشاجر مع مجموعة من الشباب، هم الذين أسقطوه أرضا وأشبعوه ضربا وركلا وصفعا، ثم أجهز عليه أحدهم بحجر كبير قذف به رأس فلاسكو المسكين، فسالت دماؤه غزيرة ولم يتمكن أحد من إنقاذه. وأين وقع الحادث؟ بكل أسف يا سيدي، أمام الكنيسة. لابد أن المجرمين ترصدوه وهو قادم إلى هنا. بكل أسف يا سيدي، إن الذين تشاجروا معه هم مجموعة من فرقة الترانيم، ولقد فروا جميعا بعد أن وقع على الأرض، ومن بينهم ابنة أسقف المدينة ماريا.
ابنة الأسقف؟ لماذا؟ ربما شاركت مع مجموعتها في المشاجرة. ولكن أنا أعرف القاتل، أعرف من فعلها. جهزوا لي قصر الحمراء من الغد، فإن العداوات هنا في هذا المقر قد بلغت حد الإجرام. كل التقارير التي تجمعت لدينا يا نيافة الكاردينال تؤكد أن المرحوم فلاسكو حاجبكم يا سيدي، هو الذي بدأ بالتعدي وبدون ما سبب على فرقة الترانيم من الفتيان والفتيات. وهل تصدق أنت يا صاحب الشرطة أن هذه المجموعة أو أن أحد أفرادها يقدر على قتل ضابط فارس يحمل سلاحا وسوطا؟ طبعا أنا لا أصدق يا نيافة الكاردينال، ولكن كل التقارير التي لدينا تؤكد أن هؤلاء الشباب كانوا في حالة دفاع عن أنفسهم بالركل والصفعات والضرب، أحيانا ضرب لا يفضي بأي حال من الأحوال إلى قتل فرخة يا نيافة الكاردينال. ولكن بكل أسف هذا ما أقره الشهود وأجمعوا عليه، وأكده تقرير الطبيب الذي قام بالكشف على جثة المرحوم فلاسكو. كلها تؤكد بيقين أنه كان في حالة سكر شديد، ولما بكل أسف حاول ضم ربيبة الأسقف ماريا اجتمعوا من حوله وأوسعوه ضربا بالركل والصفعات. لكنه الركل والصفع والضرب الذي لا يفضي إلى القتل، أنت ذكرت هذا بنفسك. طبعا يا نيافة الكاردينال، ولكننا هنا نتكتم مثل هذه الأمور لما فيها من مساس بهيبة الشرطة، فنحن لا نستطيع أن ننسى أنه كان ضابطا سابقا بالشرطة قبل أن يشرف باختياركم ليكون حاجبا لكم. ولكنه كان ضابطا سمعته تحت، أقصد ليست فوق مستوى الشبهات، كان شقيا متجريا. فمن الذي أجهز عليه حتى قتله؟ تقرير الطبيب الذي فحص الجثة يؤكد أن شخصا ما قد قذفه بحجر كبير على رأسه. من هو هذا الشخص؟ سيد الكاردينال، ما زلنا نجري العديد من التحقيقات ولن نهدأ قبل أن نصل إلى القاتل، فقد اختلطت الأعداد في مكان الحادث وتزايد الزحام، فلم يستطع أحد أن يحدد هوية القاتل. قيل إنه أحد الشمامسة الشبان من أعضاء فرقة الترانيم. والغريب يا نيافة الكاردينال أن هناك إجماعا على أن أعضاء الفرقة بما فيهم ماريا قد فروا من مكان الحادث وذهبوا إلى بيوتهم دون أن يعرفوا أن المرحوم فلاسكو قد رحمه الله. يا